سلام القدس عليكم. وسلام القدس لك وعليك. أولا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. طبعا كثير من الناس تصور لنا القوة الأمريكية على أنها قوة مطلقة وقادرة على أن تفعل أي شيء. وأنا أعتقد من يفكر بهذه الطريقة هي بداية الهزيمة. ما قدمه الأستاذ ناصر من سردية، وهذه لها سردية تفصيلية أنا مؤمن بها تماما، لكن من لديه شك في قدرة محور المقاومة على تحقيق هذا الهدف عليه أن يراجع نفسه حتى لو كان من داخل محوره. بمعنى أن ما بعد 7 أكتوبر غير ما قبل 7 أكتوبر. 7 أكتوبر ظهرت عجز العدو وعدم قدرته على المواجهة على مستوى قطاع غزة، فما بالك المواجهة على مستوى المحور بالمعنى الكلي. أنا أعتقد أن محور المقاومة الآن سيرد، ولكن هؤلاء الذين يحاولوا أن يتصيدوا بالماء العكر لا يفهموا ألف باء السياسة. السياسة وكل أنواع العلوم تقوم على مبدأ الاحتمالات، ووضع الخطط لكل الاحتمالات والفرضيات التي يمكن أن تتأدى من خلال هذا الرد، تتأدى من خلال هذا الرد. وبالتالي من الطبيعي جدا أن تدرس كل هذه المظاهر وكل هذه الاحتمالات حتى تضع الخطط المواجهة المناسبة لها. اثنين، ان الامريكي ما عنده خطه، لا عنده خطه الف ولا باء ولا سي ولا بلان دي ولا بلان بي. الامريكي يتعامل بمسالتين، القوه العسكريه والتهديد. لا يوجد لديه خطط، والدليل على ذلك انه فشل في امريكا اللاتينيه، فشل مع روسيا فيما يتعلق مقاربه الملف الاوكراني، وكان يعتقد الامريكي والغربي ان روسيا سوف تنهار اقتصاديا وان بوتين سياتي راكعا اليهم. فشل ايضا في افريقيا وطردت فرنسا من افريقيا. العقل الاستعماري يتعامل معنا ليس على مبدا الخطط ووضع استراتيجيات. يتعامل مع اهل الجنوب ودول الجنوب على انهم مجموعه من الخراف والقطعان والرعاع. وبالتالي نحن نخيفهم بمسالتين، التهديد على مستوى تحريك الاساطيل وما الى ذلك، وفي نفس الوقت الحرب النفسيه التي تخاض ضدهم. في افريقيا تم طرد الفرنسي طرد الكلاب وطرد القواعد الامريكيه من فرنسا من افريقيا. وبالتالي من يعتقد ان هذا لديه خطه هو واهم. لذلك انا اعتقد ان محور المقاومه لديه الوقت الكافي من اجل رسم استراتيجيات وخطط لما سياتي بعد الضربه. انا اعتقد ان اسرائيل هي اعجز على ان تقوم بهذا الرد. الولايات المتحدة أيضا هي عاجزة عن تقوم بخوض معركة على مستوى الإقليم ومستوى المنطقة، وخاصة بعد التدخلات الاستراتيجية محور المقاومة مع روسيا مع الصين على أرضية المصالح المشتركة، لأن روسيا أيضا تترك المجال الحيوي لروسيا، وتأثير هذا المجال الحيوي على مدى الانتصار الكامل في أوكرانيا. صحيح أن هناك خرق في أوكرانيا، لكن هذا من أجل تحسين التفاوض. أوكرانيا منتهية، أوكرانيا منهارة، زيلينسكي يقول ذلك، هم يقولون أنه من أجل تحسين الأوراق التفاوضية في حال حصلت بعد هذه المعركة. وبالتالي أنا أعتقد أن ما قاربه الأستاذ ناصر هو مقاربة دقيقة جدا. المسألة الأخرى، أن محور المقاومة يدرك أن هناك أطراف عربية هي تتمنى القضاء على محور المقاومة بما فيها مصر وقطر، ولذلك انتخاب السنوار كان إجابة واضحة على أن التيار الراديكالي داخل محور المقاومة أو داخل حركة المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها هو الذي يجب أن يقود المرحلة القادمة. وما كان يقال على أن هناك ضغوطات تمارس على أعضاء المكتب السياسي الموجودين في قطر وفي مصر هي حقيقة، ولذلك حتى يتخلصوا من هذه الضغوطات سواء ببوست اللحى أو بضغوطات بشكل بطرق مختلفة، قالت لهم قوى المقاومة أنكم عليكم أن تتحدثوا مع السنوار. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الضربة تعطي مجال واسع لأن محور المقاومة مستمر في موقفه، مستمر في سياساته، لن يتنازل أبدا عن القضايا الأساسية. ربما هناك تكتيكات محددة أو معينة سيلجأ لها محور المقاومة من أجل التخفيف عن أهلنا في غزة. اثنين، فيما يتعلق بالضفة الغربية، كثير ناس يقولون أن عين العدو الصهيوني على الضفة الغربية. أنا أعتقد أن هذا هناك تهويل كبير جدا. نعم هو سيقوم بمحاولات كثيرة جدا، ولكن الكيان الصهيوني كيان منهك. ما أن تتوقف الحرب في غزة
حتى يبدأ الكيان الصهيوني في لملمة جراحه. الكيان الصهيوني على الصعيد الاقتصادي وضعه سيء جدا، على الصعيد التركيبة البنيوية والنفسية التي يعاني منها الكيان أيضا عميقة جدا، على المستوى العسكري الوضع الجيش الإسرائيلي أيضا وضعه مترهل، وبالتالي القول أنه قادر على أن يخوض ذات المعركة في الضفة الغربية، أنا أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه. نعم سيقوم بعمليات عسكرية، ولكن سيعمل على ترميم ذاته من الداخل. والولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أن إذا استمر الكيان الصهيوني بهذه العقلية فإنه ذاهب إلى الانتحار والانهيار. لا خيار أمام هذا الكيان، هو يريد أن يسجل نقاط ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لكن على من؟ بمعنى أننا أصبحنا في مرحلة متقدمة، ما كنا ما تم تحقيقه الآن كان حلم في الثمانينات وفي التسعينيات وفي السبعينيات وحتى في 2000. وفي ذات الوقت ما قاله الأستاذ ناصر قد يبدو حلم بالنسبة للبعض الذي في داخله مهزوم، وبالتالي قوى المقاومة في حالة التصاعد. كل المؤشرات تشير على ذلك، كل المؤشرات المعنوية والمؤشرات العسكرية الميدانية والمؤشرات السياسية والمؤشرات الدولية كلها تشير بشكل واضح على تصاعد محور المقاومة وعلى انتصار محور المقاومة. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكن لها جرأة في الاصطدام مع محور المقاومة. الغرب أيضا سيضغط على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لأنها في حال تفجرت المنطقة لدينا سيذهب إلى أوروبا الملايين من اللاجئين، سواء السوريين أو اللبنانيين. أو هل تتحمل أوروبا ملايين اللاجئين عبر المتوسط؟ هناك أسئلة كثيرة جدا يجب أن نفكر فيها قبل أن يعني نضخم المسألة. وأن أمريكا يمكن أن تقوم بضربات محددة، لكنها لا يمكن أن تذهب إلى حرب، لأن هذه الحرب ستغير ليس منطقتنا العربية، إنما سيكون لها ارتداداتها على صعيد الكون كله، تنهزم الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع العولمة في منطقتنا. في أحد المرات قال أبو عمار، رغم أن لدي ملاحظات عليه وعلى سياساته، قال الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ في فلسطين، وبالتالي محور المقاومة سائر في هذا الطريق على أساس الحكمة السورية الصينية التي تقول إذا أردت السلام العادل فاستعد للحرب، والسلام القدس لكم وعليكم.